السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باختصار موضوعنا، هناك كثير من الناس لا يميزون بين حجر القمر وحجر الأوبال، وقد قمت بوضع هؤلاء الحجرين بجانب بعضهما لكي يتم التميز بشكل أفضل. الآن هذا حجر قمر، نشوف بعض الزراق، لونه بالأغلب طيفي أزرق، لكن الأوبال كما تشاهدون يعطي كما يسمونه بلاي كلر، أكثر من لون، وطريقة التوهج في حجر القمر ممسوحة مسحا بشكل يعني كبير، أما الأوبال فهو عبارة عن نقط أو نجمات صغيرات وتتوهج. شكرا لكم.